بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تفتتح الجلسة وتتلى أسماء السادة الأعضاء ثم السادة الأعضاء المعتذرين عن عدم حضور جلسة اليوم. أحمد نبيل الفضل غير موجود، أسامة عيسى الشاهين حاضر، أنس خالد الصالح غير موجود، الحميدي بدر السبيعي حاضر، بخيت شبيب الرشيدي غير موجود، ثامر سعد الظفيري حاضر، دكتورة جنان محسن رمضان غير موجودة، دكتور حامد محمد العازمي غير موجود، حمد سيف الهرشاني غير موجود، حمدان سالم العازمي حاضر، خالد حسين الشطي حاضر، خالد محمد العتيبي حاضر، خالد ناصر روضان غير موجود، خلف دميثير العنزي غير موجود، خليل إبراهيم الصالح حاضر، دكتور خليل عبد الله أبول حاضر، رياض أحمد العدساني حاضر، سعد علي الرشيدي غير موجود، سعدون حماد العتيبي حاضر، سعود محمد الشويعر حاضر، شعيب شباب المويزري غير موجود، صالح أحمد عاشور حاضر، صفاء عبد الرحمن الهاشم غير موجودة، صلاح عبد الرضا خورشيد حاضر، دكتور عادل جاسم الدمخي حاضر، عادل مساعد الجار الله حاضر، دكتور عبد الكريم عبد الله الكندري حاضر، عبد الله فهد العنزي حاضر، عبد الله يوسف الرومي حاضر، عبد الوهاب محمد البابطين حاضر، عدنان سيد عبد الصمد غير موجود، عسكر عويد العنزي غير موجود، عمر عبد المحسن الطبطبائي حاضر، دكتور فراد زبن العربيد غير موجود، دكتور فهد محمد العفاسي غير موجود، ماجد فيصل محمد الكندري حاضر، ماجد مساعد المطيري غير موجود، مبارك سالم الحريص غير موجود، مبارك هيف الحجرف حاضر، محمد براك المطير حاضر، محمد حسين الدلال غير موجود، محمد مرول هدية غير موجود، دكتور محمد هادي الحويلة غير موجود، محمد هايف المطيري محمد الحويلة حاضر، محمد هايف المطيري حاضر، ناصر سعد الدوسري حاضر، ناصر صباح الصباح حاضر، نايف عبد العزيز العجمي حاضر، دكتور نايف فلاح الحجرف غير موجود، هند صبيح الصبيح حاضرة، يوسف صالح الفضالة حاضر، دكتور عودة الرويعي حاضر. أسماء السادة الأعضاء المعتذرين عن عدم حضور جلسة يوم الأربعاء الموافق 28/11/2018 سمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء، خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، دكتور جمعان ظاهر الحربش، دكتور وليد الطبطبائي، دكتور باسل حمود الصباح وزير الصحة، راكان يوسف النصف، طلال سعد الجلال، دكتور حمود عبد الله الخضير، محمد ناصر الجبري وزير الإعلام ووزير الدولة شؤون الشباب، علي سالم الدغباسي. هذه الجلسة امتداد لجلسة الأمس، يتلى البند التالي. خمسة، البند الخامس، طلبات رفع الحصانة. خمسة، التغيير الثاني، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن السيد العضو أحمد نبيل الفضل في القضية رقم 645/2018 حصر نيابة الإعلام 359/2018 جنح المباحث الإلكترونية. ستة، التغيير الثالث، للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن السيد العضو محمد هايف المطيري في القضية رقم 2283/2016 جنح 209/2015 الدسمة والمقيدة برقم 1250/2017 تمييز جنح مستأنف. سبعة، التقرير الرابع، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن السيد العضو خالد حسين الشطي في القضية رقم 2460/2017 حصر نيابة الإعلام 384/2017
2017 جنح المباحث. ليتفضل مقرر اللجنة على المنصة. هل يوافق المجلس على مناقشة التقارير 2 و3 و4 للجنة عن طلبات رفع الحصانة مجتمعين؟ موافقة؟ هل يوافق المجلس على تثبيت التقارير في المضبطة دون تلاوتها اكتفاءً بالتوزيع؟ موافقة؟ الآن نبدأ المناقشة ولدي مسجلون. الكلمة الآن للأخ الأخوة صلاح عاشور، محمد الدلال، وعادل الدمخي، وأسامة الشاهين. نكتفي بخمس دقائق إخوان لكل متحدث دون تمديد. إضافة؟ الأخ سعيد محمد. الأخ الرئيس، في ملاحظة على التقرير بالنسبة لرفع الحصانة النيابية عن النائب محمد هايف، هو واصل الكتاب إلى مجلس الأمة بتاريخ 10/6/2018 من وزير العدل. العادة لما يطوف شهر تنتهي ترفع الحصانة، فمن 10/6 ما انفصل فيها لحد الآن، فأرجو من الإخوان لأنه واصل في 10/6، مفروض أنه خلال شهر إلى 10/7، الآن إحنا في شهر 11، آخر 11، فالمدة شهر، فأرجو من الإخوان المقرر أن يوضح لنا حالياً. عادة رفع الحصانة مدتها شهر فقط يفصل المجلس فيها. شكراً. على كل، خلينا نتفق على الوقت المخصص، 5 دقائق قلنا، تمديد ولا بدون تمديد يا اخوان؟ بدون تمديد؟ ما في نصاب. احنا اذا لعدم وجود نصاب نبدا بالنقاش. تفضل اخ مقرر اللجنه. الاخ الرئيس، بشان الموضوع اللي اثاره النائب الفاضل بخصوص التواريخ، 10/6 كان متبقي على وقت المجلس دور انعقاد الأخير، كان باقي 3 أيام، فما كان ممكن النظر في هذا الأمر، وأجل الأمر لغاية بداية دور انعقاد الحالي، ومنذ نظر اللجنة في هذا الأمر لم نتجاوز الفترة القانونية لذلك. شكراً أخ رئيس. تفضل أخ محمد آية. شكرا الأخ الرئيس. ما دامها انتهت حسب اللائحة المدة، فنرجو سحب التقرير ورفع الحصانة تلقائيا، لأن الحصانة مرفوعة تلقائيا، ما عندي مشكلة أنها ترفع، فما تناقش حسب اللائحة. شكرا. شكرا اخ محمد هايف. طبعا وفقا للائحه يكون رفع الحصانه موجود، ولا يتم مناقشه موضوع رفع الحصانه عن النائب محمد هايف. خليل مقرر. موجوده مو موجوده، عفوا مو موجوده، ولكنها مرفوعه تلقائيا وفق اللائحه لانقضاء مده الشهر. تفضل مقرر. إخواننا، قبل لا نفقد النصاب، هل نتخذ قرار بخصوص المناقشة، مدة المناقشين والمتحدثين 5 دقائق بدون تمديد ولا مع تمديد؟ بدون تمديد، 5 دقائق لكل واحد. النائب عبد الله الرومي، تفضل. شكرا الأخ الرئيس. الأخ الرئيس، أنا أعتقد يعني طبعا يعني الحصانة وموضوعها موضوع مهم، وهي لا يملكها العضو
إنما حق للمجلس. وهذه أمور مهمة جدا على النيابة العامة، على وزارة العدل، على المجلس أن يراعيها. ولذلك مع التقدير الحقيقي واحترام للإخوان، كان إن كان الطلب جاي من النيابة العامة أو من المحكمة أو من وزير العدل، يعني لا يمكن تصور أن يطلب وزير العدل قبل 3 أيام من انفضاض دور الانعقاد ويطلب رفع الحصانة. أنا أعتقد يعني هذا هني لا يمكن تصور أن المجلس يبيت في هذا الطلب في خلال هاليومين. ولذلك أنا أعتقد المسألة مسألة دقيقتين تفضل. الموضوع مهم جدا، وذلك مع التقدير الحقيقة للأخ الفاضل محمد، أنا أعتقد أن هذا الموضوع لابد لم تسقط الحصانة، ولابد المجلس يتعامل فيها ونظر، خلي يروح من يطلب يدفع هناك من المحكمة أن الحصانة ساقطة، حتى تراعي الجهات القضائية أمر الحصانة وتحرص على المواعيد وتحرص على تطبيق النصوص السليمة، ولا كذي يبقى أمر غير معقول. ولذلك يبقى أنا بنظري أن الحصانة وإن كان فات عليها شهر، أن نظراً لتفويت الفرصة ونظراً لأن الطلب جاء في وقت ضيق، وبالتالي الحصانة باقية، وعلى من يدعي أن الحصانة سقطت أن يدفع هناك أمام المحاكم فيها، وخل تقول المحاكم الموقرة رأيها في هذا الموضوع. ولذلك على وزارة العدل أن تراعي، على وزير الأخ الفاضل وزير العدل أن يراعي وهو يقدم طلبات رفع الحصانة، أن يراعي هذه المواعيد وأن تكون محل اهتمامه. شكراً لك رئيس. شكراً نائب عبد الله الرومي، لكن احنا نتعامل مع اللائحة وفق اللائحة، فإن مضي هذه المدة يكون بالحالة هذه الحصانة مثل ما تفضل الأخ محمد هايف مرفوعة. إخوان 5 دقائق لدي متحدثين. النائب الأول المتحدث هو النائب صالح عاشور، تفضل. شكراً أخي الرئيس. حقيقة أنا بغيت أدخل في الموضوع، ولكن بما أن تفضلت أنت والأمانة كذلك النائب محمد هايف أن الحصانة مرفوعة تلقائياً حسب التواريخ الموجودة وحسب إعلانك توه، فأنا أكتفي في الحالة من الخوض في الموضوع، وشكراً. شكراً نائب الفاضل صالح عاشور. النائب الفاضل محمد دلال، تفضل. شكراً للأخ الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بتحدث عن رفع الحصانة المتعلق بالعضو الزميل أحمد نبيل الفضل، واللي أنا أستغرب موقف اللجنة التشريعية في الوصول إلى نتيجة توفر الكيدية في الشكوى المقدمة على العضو أحمد نبيل الفضل. أحمد نبيل الفضل ما تحدث هني في القاعة، ولا تحدث في لجنة من اللجان البرلمانية، وإنما راح في القاعة الإعلامية وأساء وأهان جمعية الشفافية وأعضاء جمعية الشفافية، وصفهم بالخيانة، وصفهم بعبارات يعني تسيء لسمعتهم وتسيء لكرامتهم. والآن اللجنة، وأنا أقول اللجنة لأن حسب ما عرفت وقالها أحمد نبيل في أكثر من مناسبة، رفعوا الحصانة عني في أي قضية من القضايا، تأتي اللجنة بالإجماع مع الأسف الشديد في اللجنة التشريعية وتقول توفرت الكيدية. شلون تتوفر الكيدية؟ تتوفر الكيدية واحد يطلع برا يهين الناس أو يسيء لسمعتهم أو كرامتهم، ولا يمكنون كمواطنين من اللجوء إلى القضاء ومناقشة هذا الموضوع. أي شخص يروح ويحط نفس الكلام في تغريدة له، صح حسب الدستور العضو حر فيما يبديه من أفكار، داخل قاعة عبد الله السالم في اللجان، لكن لما يتكلم برا ويهين هؤلاء بعبارات، أنا أقول انتقد الجمعية، انتقد تصرفاتهم، انتقد مواقفهم، قول إن تصرفاتهم مخالفة للقانون، هذه عبارات موضوعية
لكن وصفهم بالخيانة ووصفهم بعبارات تسيء لسمعتهم وتسيء لكرامتهم وتخرج عن القانون وتحطهم في زاوية من الزوايا السيئة فيها سباب فيها شتم. واليوم يجون أعضاء اللجنة التشريعية مع الأسف الشديد اللي كانوا بالاجتماع بالإجماع ويقولون في كيدية. أنا بعرف وياريت يجاوبون للشعب الكويتي وتسجل للمضبطة وين الكيدية؟ أنا بعرف وين الكيدية، لأن إذا اللجنة كانت حريصة راح تجيب تاريخ العلاقة بين الطرفين وشنو قيل من قبل الزميل في مناسبات عديدة حتى نعرف وين الكيدية. أنا بعرف وين الكيدية في هذه القضية. أنا أقول إذا هم عندهم جرأة اللجنة التشريعية يقولون العبارات اللي قالها في حق جمعية الشفافية أو أعضاء مجلس إدارة جمعية الشفافية، خلي يقولون العبارات. وهل هذه مقبولة أن تطلع من أعضاء مجلس الأمة؟ وهل مقبول أن إحنا نقول هني متوفرة الكيدية؟ مع الأسف الشديد في هذا الموضوع تحديداً أنا أقول جزاه الله خير الأخ أحمد قال رفعوا عني الحصانة، طلب رفع الحصانة صح حسب اللائحة وحسب الدستور، حتى لو عضو يقول رفعوا عني الحصانة في النهاية قرار المجلس، لكن هو من زمان قال رفعوا عني الحصانة. وأنا أقول يا أعضاء مجلس الأمة هذه عبارات تليق أن تروح إلى القضاء تبحث ويكون القضاء كلمته النهائية في الموضوع، لكن أن نتذرع ونحاول نخش الموضوع غير اللي قاعد حدث في الأسابيع الماضية من ضغوطات لسحب الشكوى من أطراف إحنا نعرفها وراح نسميها هذا لا يليق. أخ رئيس أرجو أن اللجنة تراجع موقفها، أنا أطلب من اللجنة وأنا سألت أسئلة معينة أنتظر من اللجنة، لأن أعتقد هذا الموقف موقف خطير والكيدية غير متوفرة غير متوفرة. ويلا أعطوني إثبات العكس. شكرا للأخ الرئيس. شكرا نائب الفاضل محمد دلال. الآن الدكتور عادل الدمخي تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا يعني يستغرب من اللجنة رغم يعني أن النائب محمد الهايف سقطت عنا الحصانة تلقائيا، لكن كذلك يعني صوتت على رفع الحصانة عن نائب ولم ترفع الحصانة عن نائبين، والنائبين كذلك توجهوا بكلمات فيها يعني قذف وفيها إهانة لكرامات الناس. حتى في التقرير لما جاء التقرير الأخ خالد الشطي وضع فيه كلمات الأخ عبد الرحمن نصار وتغريداته في التقرير كلها، ومع ذلك في تقرير نبيل الفضل أحمد نبيل الفضل عفوا كان هناك التقرير في التقرير لا توضع أي كلمات صدرت من يعني نائب أحمد الفضل تجاه الشفافية، وهذا ما فيه شفافية أصلاً في يعني حتى داخل هذا التقرير في أنك أنت لا تضع حتى الكلمات اللي قيلت من الأخ أحمد نبيل الفضل. ثانياً التذرع بأن والله دائماً واحد يقول أنا شيلوا عني الحصانة، لكن يصير اتفاق داخلي مع الحكومة ومع النواب لا تحضرون، وأثناء التصويت ما يحضر لا الحكومة ولا النواب. الحين شوف الحكومة تمشي ليش ما تبي تصوت؟ لا لا وفي نواب محسوبين هم كذا يمشون. إيه المهم يصير في هناك اتفاق، مو قصدي النواب يعني إنهم ما يحضرون، النواب إنه خلاص أنا يا جماعة لا ترفعون عني الحصانة، يصير في اتفاق معهم، لكن للرأي العام والله
عفوا ارفع عني لا ترفع عني حصانة امام الرأي العام، والله انا لا، انا كل واحد اقول له ارفع عني الحصانة، هذا مو صحيح، هذا شكل بس امام الناس انه والله انا ما بي احد يقول لا ترفع عني الحصانة، لكن في اتفاق حقيقي. وهذا كم مرة الحين انا راقبها داخل المجلس يصير في عن رفع الحصانة، تجد يتهربون الحكومة وبعد ذلك النواب اللي مع النائب هذا تجدهم لا يرفعون عنه الحصانة. ثانيا في أمر خطير جدا وهو مسألة داعشي ومسألة، هذه خطيرة جدا يا جماعة، ترى كلمة داعشي كلمة الآن كل واحد مخالف قال عنه داعشي، داعشي يعني يستحل دماء الآخر، يعني كفر الآخر، يعني يحاول أنه يعمل الفوضى لقتل الآخرين أو لاستغلال أي فرصة للانتقام من الآخر. كل الآن مخالف يوصف بهذا الوصف، هذا خطير جدا. يعني خلينا نقول الآن الأخ عبد الرحمن نصار نفسه عنده تغريدات كثيرة ضد الدواعش، ضد الدواعش وضد هذا، لكن أنا ما أريد أدخل في نفس الموضوع، أنا أريد أحذر. هناك ظاهرة خطيرة جدا في المجتمع الكويتي، ترى حتى في الجانب الآخر الكلمة كل شيعي رافضي، لا مو صحيح هذا، رافضي يعني كذاك يستحل دماء الآخر، يكفر الآخر، يعتقد القرآن محرف، هذا ما هو صحيح. نحن نغرس في المجتمع التفرق، ونغرس في المجتمع الانتقام، ونغرس في المجتمع التطرف، لذلك لنحذر من هذه الكلمات، نحذر من هذه الكلمات. الحمد لله عز وجل نحن مجتمع متسامح، مجتمع ما في استحلال لدماء الآخرين، فضل الله سبحانه وتعالى، ولا تكفير للآخر، لذلك لنحذر من هذه الكلمات. أنا أريد أسجل هذا في الكلام على الحصانة. شكرا نائب الفاضل دكتور عادل الدمخي. الآن نائب الفاضل أسامة الشهيد، تفضل. شكرا الأخ الرئيس. بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وشكر اللجنة على جهودها، ولكن يسمحوا لنا بالاختلاف معهم في ما انتهوا إليه، فأجد بأن هذه التقارير غير متوازنة. الناحية الأولى هي ناحية التقرير والمتعلق بالشكوى من زميل على زميل آخر، تتعلق بالزميلين عاشور ومحمد هايف، كان من المفروض الانتباه للاعتبارات الشكلية والمواعيد الموجودة بدل إدراج تقرير على جدول الأعمال، والمدة أصلاً منتهية بما يتعلق برفع الحصانة، فالشكلية في غاية الأهمية بالذات في اللجنة التشريعية والقانونية التي يجب أن تقوم هي بتنبيهنا لهذه الأمور وليس نحن الذين ننبهها عليها. هذا من ناحية. أيضا من ناحية ثانية فيما يتعلق بالشكوى المتبادلة بين الزميلين عاشور ومحمد هايف، أنوه بأنني كنت أتوقع دورا من رئاسة المجلس، مكتب المجلس، في محاولة التوفيق والإصلاح ما بين الزميلين. أتكلم عن خلاف بين نائبين مع بعضهم البعض، زملاء في لجان واحدة، في قاعة واحدة، في سفر واحد، في قرارات واحدة، فكنت أتوقع يكون هنالك نوع من الجهود حتى لا تكون ساحة مجلس الأمة هي ساحة لتقاذف الاتهامات والنزاعات. الشكوى الثانية متعلقة بالزميل أحمد الفضل، استغربت كثيرا قرار اللجنة التشريعية، يعني الزميل الفضل تكلم عن جمعية نفعام ليس داخل قاعة عبد الله السالم وليس داخل لجنة من اللجان، ولكن خارج اللجان وخارج القاعة، استخدم حقه بالتعبير وتوجيه الرأي العام ووجه إليهم اتهامات.
هم يقولون بأن هذه الاتهامات غير صحيحة، ومكنونا يا مجلس الأمة من مقاضاة هذا الزميل لنتأكد من صحة كلامه من بعده. والزميل دائما يعني لا أقول يتشدق، لكن دائما يعني يرفع شعار سيادة القانون والحريات، فعندما أتينا لحرية مقاضاته توقفت الحرية عند هذا الحد، هذا موقف مستغرب. ومن الواجب تمكين جمعية الشفافية أو غيرها من أي زميل يتعرض إليهم، خاصة إذا كان هذا الدور ممارس خارج القاعة وخارج اللجان، أي خارج المسؤولية والحصانة البرلمانية. القضية الأخرى التي أختم بها، وأظن أيضا كان فيها نوع من يعني ما بيستخدم تعبير قاسي، لكن أقول تقرير اللجنة التشريعية فيما يتعلق بالزميل خالد الشطي غير متوازن. التقرير أتى من 50 صفحة، 10 فقط هي أوراق القضية، و40 صفحة كلها تغريدات لأحد المواطنين ليست ذات صلة مباشرة بالموضوع. الآن اللي يقرأ التقرير يشوف 40 صفحة كلها تغريدات الأخ المواطن عبد الرحمن النصار، يتوقع أنه والله في شكوى من الشطي، زميلنا الشطي على النصار. لا، هو النصار هو اللي رافع شكوى على الزميل الشطي، ولكن مع هذا التقرير هي 40 صفحة كلها انتقائية من تغريدات الزميل النصار. أنا توقعت أن هذا الملحق الخامس راح التوسع بالملاحق خدمة فقط لقضية الزميل خالد الشطي، توقعت أنه أتى من النيابة أو أتى من التحقيقات أو أتى من الشكوى، ولكن تفاجأت وأنا أقرأ الأوراق بأنه أتى فقط في تقرير اللجنة التشريعية والقانونية. فهذا عدم توازن وعدم إنصاف. هي شكوى من مواطن على النائب يقول بأن النائب شهر فيني خارج أسوار المجلس باستخدام حسابه الشخصي والعقيد الشطي في الجرائم الإلكترونية في الداخلية، دشتي في الجرائم الإلكترونية بالداخلية. قال فعلا هذه الواقعة قد تشكل سبا وقذفا بحق المواطن. يذهبون للقضاء والقضاء يفصل بينهما، بعيدا عن هذا التقرير الغير متوازن والذي يدعونا لعدم رفع الحصانة عن الزميل. مع اختتامي بما بدأت به، الاحترام للشخص وللجهد المبذول بإطار الاجتهاد، ولكن نختلف مع هذا الاجتهاد جملة وتفصيلا. شكرا الأخ الرئيس. شكرا الأخ الفاضل أسامة الشاهين. الدور الآن للنائب الفاضل خالد الشطي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا أطلب من الأخوة الزملاء الأفاضل رفع الحصانة. ثانياً، أثناء التصويت على حصانتي في اللجنة التشريعية طلبت من اللجنة التشريعية أيضاً رفع الحصانة، وخرجت من اللجنة أثناء عملية التصويت. علشان تكونون بالصورة، ما هو الموضوع؟ الموضوع بأن في شخص اسمه عبد الرحمن نصار الشمري، مراقب مالي في وزارة المالية، عنده حساب بتويتر، وإدارة تويتر سكرته أكثر من مرة. من تغريداته يقول بأن الحسينيات أوكار شرك، يقول الفوعة وكفرية محاصرتان، الهروب ممنوع والأرواح ستسلب بالمئات، لقد أخلينا مناهجنا من فقه الجهاد فشرب شبابنا هذا الفقه من النت، يتعلمون منه جهاد الأحزمة بحثا عن ضالتهم. يسأل واحد يقول له هل تحذر من داعش؟ يقول له لا أحذر من داعش. بالنسبة حق شعار عندنا قوة وطنية تقول شعارها إلا الدستور، يقول اللي يقولون إلا الدستور هذا الشعار ينقض إسلام قائلها. يقول الاحتفال بمناسبة 50 سنة على الدستور كفر. نتمنى من إخواننا المجاهدين ذبح كل نصيري في قراهم. ندعو إلى قطع رقاب الأسرى أمام شاشات التلفزيون قبل أن تندموا على الفصائل تفجير المحافظات وتفخيخ الطرق بين العراق وسوريا. هاشتاغ منع جمع التبرعات. يقول لدول الخليج، شعوب دول الخليج اللي مانعين بالإمارات والسعودية جمع تبرعات لداعش، خليل كويتي إحنا نسلم التبرعات لداعش. يقول في إحدى تغريداته بإذن الله سيصل مبلغ الصناديق في الكويت إلى أكثر من 15 مليون دولار. أيضا يقول
بأن في 100,000 ريال يانا من متبرع إماراتي لنصرة المجاهدين. الجهاد الجهاد يا علماء، أعلنوا الجهاد، الزحف إلى سوريا لاستئصال شأفة العلويين وسبي أولادهم ونسائهم. يقول والله لو كانت فوضى لأخرجنا أحشائهم في الكويت. كل اللي سويته، ما عقدت ندوة، ما سويت محاضرة، وجهت سؤال برلماني إلى السيد وزير الداخلية وأرفقت التغريدات، قلت له هذا الحساب، ما هي الإجراءات القانونية اللي اتخذتها وزارة الداخلية تجاه تلك التغريدات؟ نشرت الصحف الكويتية، نشر حساب المجلس، نشر حساب الدستور، كل الأكاونتات نشرت السؤال البرلماني. في أحد الأكاونتات يقول بأن خالد الشطي سوى رتويت، رتويت لماذا؟ للسؤال البرلماني. أنا طبعاً ليش أطلب رفع الحصانة؟ أطلب رفع الحصانة عشان تمكنوني، أنا لازم أروح التحقيق علشان أروح أرفع دعوة على عبد الرحمن نصار خارج الكويت طبقاً لقانون باتريوت الأمريكي في نيويورك، بأن أي تعامل بالدولار، يقول 15 مليون دولار يجمعنا، هذا من اختصاص المحاكم الأمريكية. خل تراقب، إحنا أمام مجتمع دولي، خل المجتمع الدولي أيضاً يراعي هذه المسائل. بدون لا تحيلون الحصانة أنا ما أقدر أروح إلى المحاكم الأمريكية. لذلك أنا أطلب من الأخوة النواب الأفاضل أن يرفعون الحصانة، وأنا مو من النوع اللي أهرب إلى لندن أو تركيا أو جنيف أو غيرها، موجود بالكويت وأدافع عن نفسي بالكويت وأعرف شلون أتعامل مع هذه القضايا. شكرا نائب الفاضل خالد الشطي. الدور الآن لنائب الفاضل محمد هايف المطيري، تفضل. أخ الرئيس، من أخطر الأمور هي الفجور في الخصومة، أن تفجر في الخصومة وأن تأتي بكلام وتغريدات تخالف الواقع وتخالف فكر الرجل. نحن لا ندري من أين جاء بهذا الكلام أو بهذه التغريدات، لكن الواقع في الحساب الرسمي للأخ عبد الرحمن نصار يخالف ما يقوله الشطي، بل يحارب فكر داعش. ولكم مثل هذه التغريدات، يقول نصحنا وصحنا لا تتبرعوا لداعش، فها هي تقتل إخوانكم بمالكم، ونصحنا لا تتبرعوا لمن لا تعملوا لحظة. ما قاطعناك لما تكلمت أخ خالد، أخ خالد رجاءً أخ خالد. قال لا تتبرعوا لمن لا تعلمون أين يذهب بمالكم ولا يوثق ولكن البعض لا يحب الناصحين. أيضا ذكر، قال جرائم داعش يتحملها كل من تبرع لهم بعد أن رأى جرائمها، ولا يلزم القناعة لقيام الحجة، بل يكفي العلم، لأن حرمة الدم ممن يعلم في الدين بالضرورة. هذه التغريدات. أيضا قال لعل الله أراد بهذه الأمة خيرا فيما ترون من أحداث، فإن تعرية فكر البغدادي وفكر القاعدة والذي بسببه عاد لنا الاستعمار من جديد ليس بالأمر الهين. أيضا قال أجزم ولو أقسمت ما حنثت أن معظم من يدافعون بكل قلة أدب عن داعش لا يفرقون بين شروط وأركان وواجبات وسنن الصلاة، والصراخ دليل خواء الرأس من العلم. أيضا قال في تغريدة أخرى، قل تغريداتي أنوي بها قطع الشريان التجنيدي لداعش، شبابنا لو عرفوا حقيقتها لما التحقوا بها، فسكوتنا جعل المئات يلتحقون بها جهلا، وهذا من الغش. أيضا قال الذين يتواصلون معي بالخاص يريدون إرسال زكاتهم وصدقاتهم الغوطة أنا لا أستلم،
وإنما أوصل المتبرع بالإخوة الثقات في الغوطة مباشرة، وتقبل الله من الجميع. ثم يقول: يا أهل الكويت، هناك حملات مشبوهة تدعم داعش، اتقوا الله، لا تدفعوا لهم قيمة المفخخات التي يضعونها لإخوانكم ويتركون النصيري. هذه التغريدات تخالف ما ذكره الآن، يعني الشطي لم يرى هذه التغريدات، إنعم عن هذه التغريدات وانتقى تغريدات لا أعلم صحتها حتى يدافع بمذكرة للأسف كأنه يترافع في محكمة الجنايات أو التمييز أو كذا. هذا ليس مكان للترافع وجمع المعلومات والإدلاء بها. الخصومة الصحيحة تكون في المحكمة، أنه يقدم الأدلة ما لديه من أدلة للمحكمة، ويخلي يعني يترك للرجل أن يدافع عن نفسه. لكن اللي نشوف أن ما ذكره الشطي هو خلاف الواقع، وهو تدليس وفجور في الخصومة. أرجو أن لا تتكرر من بعض النواب، وشكرا. اولا، ما في نقطه نظام في الموضوع الا اذا كان هناك خطا في الاجراءات او شيء شكلي في موضوع في الاجراءات. المساس اللي ذكره، يعني الحديث عن موضوع نقطه نظام في هذا النقاش راح يودينا الى موضوع اخر. فارجو، انت اخ خالد طلبت رفع الحصانه، وان شاء الله احنا راح يستجاب لطلبك بنقاش من المجلس ان شاء الله. حميد السبيعي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بس أنا بعلق رداً على الأخ عبدالله الرومي لما قال بالنسبة لقضية الأخ محمد هايف الحصانة موجودة وما لكم حق ترفعونها من الجلسة. أنا كنت رئيس اللجنة بالفترة الماضية وكنت مسافر، وأذكر أني تواصلت مع سكرتارية اللجنة وكانت آخر جلسة وما عرضت أو ما نوقشت أو ما كان في نصاب، فقلت لهم خلاص انتهت مدة الشهر، وبالتالي تعتبر تلقائي رفعت وانتهت مدة الشهر ومقبلين على صيف. وأتفاجأ اليوم أنها موجودة هني. لما نرجع للنص، المادة 111 من الدستور تقول: وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله اعتبر ذلك بمثابة إذن. هذا المادة 111 أخ عبد الله في الدستور، ما نقدر نتجاوزه، ولا نقدر مادة 20 من اللائحة أيضا، ما في مجال هالنص هذا نطمر عليه. المجلس سيد قراراته، هذا نص دستوري مادة 111، وبالتالي مناقشة. وبعدين كاتبين لي هني اللجنة تنتهي يجب البت فيه قبل 12/12/2018. شلون 12/12/2018؟ معناته أن الكتاب واصل اللجنة في 12/11/2018، هو الكتاب واصل شهر 6، أنا كنت موجود، وبالتالي شلون ينكتب هني في التقرير اللجنة أنها تنتهي ب 12/12؟ هذا كلام غير صحيح، والحصانة تعتبر مرفوعة دينماتيكيا مثل ما قال الأخ محمد هايف، وبالتالي احنا نأيد يعني كلام الأخ محمد هايف فيما يتعلق بأن القضية الحصانة تعتبر مرفوعة تلقائيا ولا يجوز مناقشة هذا الأمر ورفعها من الجدول. شكرا. شكرا أخوي أحمد السبيعي. الآن التصويت على طلب رفع الحصانة. عندنا نصاب؟ لا يوجد نصاب. ننتقل إلى البند التالي. عندك طلبات أمين عام؟ تفضل أخوي عبد الله الرومي، تفضل. شكرا الأخ رئيس. أخ رئيس، أنا أعتقد يعني أنا النصوص الدستورية ملم فيها جيد وعارفها، وما حاجة أحد يذكرني فيها أو يعلمني فيها، لكن لما تيجي الحكومة وتقدم طلب قبل أسبوع ولا قبل كم يوم، شلون يمكن المجلس وهو في عطلة أن ينظر هذا؟ وبالتالي تفويت، أنا أنظرها من جانب، ولذلك قلت إن والله هذا الطلب لا زال قائم، وبالتالي على المتضرر أن يدفع هناك أمام المحكمة، وخلت تقول المحكمة إن كان المحكمة الدستورية أو المحاكم الجنائية رأيها في هذا الموضوع. أنا مستذكر النصوص وأعرفها، ولذلك أنا حريص على الحصانة كحق للمجلس، وليس العضو أنه يقول أنا والله متنازل، لا يملك العضو أن يقول أنا متنازل عن الحصانة ولا ذلك. ولذلك
عطى دقيقتين اسمع. عملنا والتالي على الحكومة أن تراعي هذه المسائل. إحنا نتعامل بين مؤسسات حكومية، بين وزارات ومجلس، وبالتالي هذه الجهات هي تعلم علم اليقين النواحي القانونية، وبالتالي كان عليها أن لا تأتي بالطلب كلية وتنتظر إلى الصيف، وبالتالي الحصانة تكون مرفوعة وتباشر إجراءاتها. تملك الجهات القضائية أن تباشر إجراءاتها بالحضو، لا يملك الحصانة بالصيف، وبالتالي كان تملك، لكن أما أن تلقيها على المجلس وبالتالي هناك تكون تبعات المجلس، هني الخطأ. وهني كان المفروض على وزير العدل أن يراعي هذا ولا يأتي بالطلب كلية. وأنا أقول لازلت أن أقول أن الحصانة قائمة من ناحية واقعية وقانونية، وبالتالي على المتضرر أو الجهة أن هناك تدفع أمام المحكمة، وخل تقول المحاكم تحل هذه الإشكالية رأيها، إن كان المحاكم الجزائية أو الدستورية. شكراً لك رئيس. الأخ أحمد السبيعي تفضل، آخر واحد في نقطة نظام. تفضل أخ أحمد السبيعي. بس أنا أرد مرة ثانية بالنسبة للأخ عبد الله الرومي، في وضوح الرأي الدستوري والنص الدستوري مادة 11 ما هي مجال للبحث، ولا هي مجال للاستدلال، ولا هي مجال لأنك تحط رأي. هذا يعني درسونا فيها في أولى جامعة. فوضوح النص الدستوري مادة 111 تجي وتقول رأي قانوني ويجب أن المجلس يتخذ قراره، خلصت يعني. نص دستوري مادة 111 ما تحتاج أمر، وهي كانت موجودة عندنا قبل العطلة الصيفية، بس جلسة ما انعقدت، ما كان في نصاب، وبالتالي فاتت الجلسة. مثل الحين ما في نصاب وعدت هذا الأمر، وبالتالي في وضوح النص الدستوري أخ عبد الله ما يجوز، وإحنا نعرف القانون أيضا ودارسينه في القانون. أرجوك دكتور ما هي سجال القضية، أعطيتك وقت أعطيته وقت، أضطر أني أعطيك وأعطيه ويصير وقت المجلس كله ضايع على هالموضوع. أرجوك رجاء دكتور، على كل أعطيتك فرصة وأعطيته فرصة. البند التالي أخ الأمين العام. 11 البند التاسع طلبات المناقشة. طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن دواعي وأسباب ندب مجموعة من العسكريين للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة ومدى توافقها مع أحكام القوانين لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده. نقدر ننتقل أخ محمد، ولكن ما إلى يجد تصويت. نصاب يا أخوان. لا أملك الحق بالتصويت أو الانتقال، لذلك ترفع الجلسة إلى جلسة 11 ديسمبر إن شاء الله.